أنا الآن في الطواف لأجل استكمال مناسك العمرة عن المرحومة الحاجة آمنة صالح عبد الفتاح أم نواف أخو عيد رحمه الله وأسكنها فسيح جناتك. اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وعافها وأكرم نزلها وسع مدخلها واغسلها بالماء والثلج والبرد ونقها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدلها دارا خيرا من دارها وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وقها فتنة القبر وعذاب النار. اللهم إنها في ذمتك وفي حبل جوارك فقها فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنها كانت تشهد أنك لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك وأنت أعلم بها. اللهم إنا نتوسل بك إليك ونقسم بك عليك أن ترحمها ولا تعذبها وأن تثبتها عند السؤال. اللهم آتها برحمتك ورضاك وقها فتنة القبر وعذابه وآتها برحمتك الأمن من عذابك حتى تبعثها إلى جنتك يا أرحم الراحمين. اللهم انقلها من مواطن الدود وضيق اللحود إلى جنات الخلود. اللهم احمها تحت الأرض واسترها يوم العرض ولا تخزها يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بسم الله الله أكبر بسم الله الله أكبر. اللهم أنت ربها وأنت خلقتها وأنت هديتها للإسلام وأنت قبضت روحها وأنت أعلم بسرها وعلانيتها جئنا شفعاء فاغفر لها. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.